في علم النفس والتربية تعتبر نظرية التعلم الاجتماعي التي طورها ألبرت باندورا واحدة من أكثر النظريات تأثيراً وإلهاماً في فهم كيفية تعلم الأفراد وتطورهم من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة بهم. وتعرف هذه النظرية أيضاً باسم التعلم بالملاحظة أو التعلم النمذجي، وهي تقدم إطاراً لفهم العمليات النفسية التي تحدث عندما يتعلم الأفراد من خلال مراقبة الآخرين. ظهرت نظرية باندورا في الستينيات كرد فعل على النظريات السلوكية التقليدية التي كانت تهيمن على علم النفس في ذلك الوقت. كانت هذه النظريات تركز بشكل كبير على التعلم المباشر من خلال التجربة والخطأ، وتجاهلت الدور الذي يمكن أن تلعبه العوامل الاجتماعية والمعرفية في التعلم. باندورا من خلال أبحاثه وتجاربه الشهيرة مثل تجربة الدمية بوبو أظهر أن الأفراد يمكن أن يتعلموا من خلال مراقبة الآخرين، وإن هذا النوع من التعلم يمكن أن يكون فعالاً مثل التعلم من خلال التجربة الشخصية. تقوم نظرية التعلم الاجتماعي على عدة مفاهيم أساسية تشكل الإطار العام للتعلم من خلال الملاحظة. أول هذه المفاهيم هو أن الأفراد لا يتعلمون فقط من خلال الأفعال والعواقب المباشرة، ولكن أيضاً من خلال مراقبة الآخرين والتعلم من تجاربهم. هذا يعني أن السلوكيات، العواطف والمواقف يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر دون الحاجة إلى تجربة مباشرة. لكن كان لنظرية التعلم الاجتماعي تأثير بعيد المدى، ليس فقط في مجال النفس التربوي، ولكن أيضاً في مجالات مثل الصحة العامة، الاتصالات، الإدارة والتسويق، فهي تستخدم لفهم كيف يمكن للأفراد تعلم السلوكيات الصحية أو الضارة من خلال وسائل الإعلام، كيف يمكن للموظفين تعلم المهارات الجديدة في بيئة العمل، وكيف يمكن للمستهلكين تشكيل تفضيلاتهم بناء على ملاحظة الآخرين. تعد نظرية التعلم الاجتماعي لألبرت باندورا نقطة تحول في فهم العمليات التعليمية والتطورية للأفراد. إنها تبرز الأهمية الكبيرة للبيئة الاجتماعية والثقافية في تشكيل السلوك البشري، وتعطي إطاراً لكيفية تصميم بيئات تعليمية وتربوية تعزز التعلم الإيجابي والتطور الشخصي. لقد أحدثت نظرية التعلم الاجتماعي لألبرت باندورا ثورة في البحث النفسي والتربوي، حيث قدمت فهماً أعمق لكيفية تأثير البيئة الاجتماعية على الفرد والتعلم وسلوكه. تظهر الأبحاث المستمرة كيف يمكن للأفراد وخاصة الأطفال تعلم الكثير من السلوكيات والمهارات ببساطة من خلال مشاهدة الآخرين، سواء كانوا الوالدين، المعلمين، الأقران أو حتى الشخصيات العامة والمشاهير.